نخش على الفراولة، ازاي نعملها كرامبل. عملنا التفاح كرامبل قبل كده، نعمل الفراولة النهاردة كرامبل. مقاديرها على الشاشة، وبقدر الإمكان نهرب من الدهون. زبدة قليلة، فراولة، دي الشوفان منه السليم ومنه المطحون الناعم. دي المقادير ببساطة خالص، تعالوا نعملها مع بعض سريعا. عينيا نشيل دي من النار عشان نوسع ونظبط المسائل كده. معايا طماطمية حلوة اهيت، واشيل دي من هنا. عينيا عايز الطبق ده، عايز ادلعه كده اهو. ممكن نحط طماطم، ممكن نزينها فلفل اخضر بلدي. ادي الكسرولة اللي هنشتغل فيها، ومعانا الفراولة، يا بتاع الفراولة، ومعانا الشوفان حبوب كاملة، ومعانا الشوفان مطحون ناعم، ومعانا معلقتين من الزبدة، وشوية سكر فواكه. نبدأ نشتغل في الحلو ده كده واحنا واقفين بالسلة. هتقول لي يا شيف مغازي احنا التايم بتاعنا تقريبا 10 دقائق، ده هيسعفنا. الفكرة كلها انا عايز اقول لحضراتكم ايه فكرة عمل الحلو، وهيخش النار زي الفل، وهنكمله مع بعض ازاي. حلو قوي. الفكرة دي نعملها بالتفاح، نعملها بالفراولة، نعملها بالكمثرى، نعملها بالفواكه المشكلة زي ما احنا عايزين. احنا عايزين ناكل الفراولة. انا من الناس اللي بيحبوا الفراولة بس ما بحبش اكلها كده، يا اما احط عليها عسل، احط عليها شوية سكر، لانها مززة شوية معايا، والبعض بيحب ياكلها زي ما هي كده. الفراولة تتقطع كده. طبعا بنسيب اتنين تلاتة نزين بهم الطبق بتاعنا علشان الضيوف يعرفوا ان الكرامبل ده بالفراولة. هنحطهم على الوش دلوقتي. ممكن نعمل التوت. التوت بتاعنا الحلو ده كده، البلد اللي بيجي من التوتة اللي بتبقى على ناصية الأرض الزراعية. كنت زمان بذاكر تحت منها، هي والجميزة أيام الثانوية العامة في الريف المصري الجميل البلد. ويتساقط عليا التوت والجميز اللي هو التين البلدي الحلو ده كده. حاجة كده كانت بتاعت زمان، دلوقتي مش موجودة. والله العظيم كانت أيام حلوة، الندى كده والجو الحلو والتوت والجميز الحلو المسكر. كان عسل. الفراولة دي كده زي ما هي، ونحط مكعبين من الزبدة عليها، ونحط السكر الفواكه. حلو. ونحط قرفة ناعمة. قرفة ناعمة أهي. ونقلب كل ده مع بعضه يا عم الشيف. حلو الكلام؟ أهو كده بقلب كل ده مع بعضه أهو. شفت الفراولة؟ أهي. بتتعجن بالدقيق كده مع الزبدة زي الفل تمام. وأفلفل الدقيق الشوفان بالزبدة، وأنزله في الكسرولة دي كده أهو. تقوم الفراولة اللطيفة دي هتنزل السوائل بتاعتها والبهريز بتاعها والميه بتاعتها، تلاقي ايه؟ حارس مرمى قوي جدا. حلو. يقوم حارس المرمى ده اللي هو دي الشوفان يمتص السوائل بتاعه الفراوله. هي الكرمله جت من هنا بقى، اختلاط السكريات بالدقيق. عينيا. حاضر اهو زي الفل اهو. تمام. وحلو وبسيط وسهل. هتلاقي السكر ده اتكرمل كده مع الدقيق بالشكل ده كده زي الفل يا عم الشيف. طبعا الزبده هنا بتسيح، وهندخل ده الفرن. استوى احنا مع بعض، ما استواش احنا برضو مع بعض. احط الفراوله دي على الوش كده. حلو وسريع كده. هتقف تعمليه في البيت او في المطبخ كده وانت واقفه، عندك ضيوف هيطلع معاك في 5 دقايق اهو. الفراوله دي بحطها على الوش. حلو قوي. خدوا المفاجأة دي بقى، اللي ما خدش باله وما شافش الحلقة دي النهاردة مع حضراتكم، إن شاء الله بإذن الله تعالى هيشوفها يوم الجمعة إعادة. أنا بحط شوية سكر علشان الشكل الخارجي للفراولة وللكرامبل بتاعي يتكرمل. شفت الكرملة جت منين؟ أهو أهو. شوية سكر على الوش أهو. وهدخل ده الفرن وأنا مع حضراتكم كده أهو أهو أهو. درجة حرارة الفرن كام يا عم الشيف؟ 180 مكان الكوسة الجراتان اهو اهو بالشكل ده، وهيتقدم في نفس الطبق زي الفل.
دي الفراوله الكرامب اللطيفه وجميله وحلو سهل بيناسب الكبار والصغيرين ونسبه الدهون فيه قليله جدا. هي لسه ما استوتش للامانه المصداقيه والشفافيه. ده شعارنا على شاشه التلفزيون المصري. دي عايزه لها يا عم الشيف تقريبا من 10 ل 15 دقيقه حتى يتكرمل السكر، وواضح ان هو كان في طريقه للكرمله. اساتذتنا فرسان التلفزيون المصري هيجيبوا التفاصيل الصغيره اللي على وش صينيه الفراوله مع الدقيق الشوف الحلو.